السلام عليكم. بالنسبه للناس اللي يدفعوا تيكنيسيان سبيسياليزي مثلا في جيستيون زونتربريز او اي شعبه وما تقبلوش، يعني هنا كنهضر على الناس الحاصلين على البكالوريا، يعني ما تفرطوش في الجامعه. هذا العام دفعتي ما تقبلتيش، ديال الجامعه ديالك. العام الجاي عاوتاني دفع لهم ما تقبلتيش، كمل في الجامعه. المهم الجامعه ما تفرطوش فيها مزيان. بالنسبه للناس مثلا اللي جايبين 10 وما كيتقبلوش نهائيا مثلا، او عندهم حظوظ اقل باش انهم يتقبلوا في تكوين المينيو على الشغل، هنا يعني نصيحه ديالي اني كنصحهم يديروا شي ديبلوم في انستيتو بريفي، يعني معاهد خاصه تكون اكريديتي. بالنسبه للناس اللي باغيين اللوائح تاع المعاهد الخاصه اللي هما اكريديتي معترف بهم قبل الدوله، يدوزوا عندي الواتساب وغادي نرسل لهم واحد PDF فيهم اللائحه ديال المدارس المعترف عليها من قبل الدوله، معترف بها من قبل الدوله. مزيان. يعني السؤال هنا هو واش هاد المدارس بحالهم بحال لو في بي تي؟ بطبيعه الحال بالنسبه للتكوين كاين واحد شويه التشابه، لانه السيستم ديال لو في بي تي راه قاصح بزاف، داكشي علاش كيطلبوه بزاف الدولو سميتو. ولكن بالنسبه للمدارس اللي معترف من قبل الدوله، ممكن انك تشد داك الدبلوم ديالك وتمشي تكاشيه عند المديريات ديال التعليم، وهنا غادي يولي بحالو بحال لايف بي بي تي، كيتسمى معترفين من قبل الدوله. ممكن انك تدفع به لي كونكور ديال الدوله، هذا بالنسبه للناس اللي بيدفعوا يعني لي كونكور تاع الدوله ويتونجاج مع الدوله. لكن الناس اللي باغيين يخدموا غير في الخواص، يعني اي دبلوم ممكن انك ديرو، ولكن خاصك تبازي على ليكسبيريونس. هذا هو الفرق بالنسبه للخدمه مع ليطا، كدوز لي كونكور كنتي مؤهل وكل شيء، راه غتنجح في هاد لي كونكور وغتخدم مع ليطا. بالنسبه للخواص ما عندهمش شي كونكور، عندهم دي زونتروتيان، يعني خاص تكون عامر وشاد مزيان وكل شيء، وهسا ممكن انك تقبل شي خدمه ويخدموك. يعني شي سؤال او اي حاجه يخليها في التعليق، راه غادي مازال نزيدو نتعمقوا في هاد الامور هادو باش كل شيء يكون عارف، يعني يكون واعي ويعرف شنو كيتسنى، يعني تعرفوا شنو كاين في السيكتور في التيران ديال الخدمه، وتعرفوا شنو كاين في القرايه وشنو خاصك تشد باش ما تشد شي حاجه من بعد تلقى ما محتاجهاش. مزيان. يعني شي حاجه ولا سؤال ولا سميتو يخليها في التعليق، راه نزيدو مازال نتعمقوا. تحياتي لكم.